لاعبي المنتخب المالي على حامل الكرة حكيم زياش قطع الكرة محاولة ولكن كانت قتالية محاولة خالد مطيب مرة أخرى لصالح المنتخب المغربي قتالية كبيرة ضربة جزاء ضربة جزاء تابعوا الآن نشاهد حكيم زياش حكيم زياش لاعب أياكس ضربة جزاء لا غبار عليها ضربة جزاء لا غبار عليها حكيم زياش نريد هدف نريد هدف بالنسبة لحكيم زياش محاولة جميلة للمنتخب المغربي حكيم زياش في مواجهة الحارس المالي حكيم زياش والهدف تعود مرة أخرى لحكيم زياش صانع ألعاب أي 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 أنا لست بقارئ للفنجان أنا لست بقارئ للفنجان هذه المباراة قلت بأنها يمكن أن نتابع 4 أهداف وبالتمام والكمال وإلى حدود الدقيقة 72 الهدف الرابع الهدف الرابع المباراة تحقق الأصل بالنتيجة بالهدف الرابع هدف رابع والآن أي 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 والهدف الخامس والهدف الخامس فايزا فاز بطريقة خاصة لاعب يتمتع ولكن بشكل جميل خماسية خماسية جميلة وشاهدوا الرقصة لفيصل عرض مقنع وهدف جميل بالفعل هدف جميل المنتخب المغربي يضرب بقوة يضرب بقوة ويسأل الأسود امشي 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 هذه فرصتنا هذه كورتنا هذه هجمتنا امكان يا جول 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 خالد بوطيب يا هز الشباك الكابوني اخيرا دونار يهتز بوطيب يزلزل مدرجات مركب وحوض الفهود في جحرها الفهود في مخبئها صدقني صدقني الفوز صعبة أموركم اليوم أنت في عرين الأسد أنت في معقل الأسد جول 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 الكابونية هنا يا سلام على اللمسة حطينه في الزاوية البعيدة حطينه في الزاوية البعيدة تسلم قدمك يا ابو طيب تسلم راسك يا ابو طيب ابو طيب نعم نبيل تيرار pour le centre ouverture du score ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc il n'a pas pu intervenir il n'a même pas touché ce ballon et les Lions de l'Atlas qui prennent l'avantage 1-0 C'était bien frappé le 2-0 et c'est Benatia, le capitaine Benatia qui est au point de chute pour placer ce ballon dans la lucarne. 2-0 pour le Maroc qui plie presque l'affaire là après une demi-heure de jeu. Et le bon chemin. Et c'est terminé, la délivrance pour le peuple marocain qui retrouve la Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Le succès des Lions de l'Atlas emmené par Hervé Renard en terre ivoirienne sur le score de 2-0.